السلام عليكم، ازيكم يا سنة ستة؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بسرعة هنبدأ مع بعض في بلانتينو زايت اخت اند زيش تسيش. تمام، الايميل اللي تحت اخر جزء في الصفحة خالص. احنا طبعا اخدنا السيشن اللي فاتت البيرفكت، زمن البيرفكت، واكيد يعني خلاص عرفنا ازاي بيتكون وبيتكون من ايه وشكل الفعل بيكون عامل ازاي. هو بيكون من هابن وزاين وبارتيتيب بيرفكت ام اندا. تمام، هابن وزين بيتصرفوا مع الضمير اللي عندنا او مع الاسم او مع الزوبيكت او مع الفاعل، والبارتيتيب بيرفكت التصريف الثالث من الفعل بيكون في اخر الجمله. طيب اللي بيكون عندنا لازم نكون عارفين، قلت لكم قبل كده ان احنا بنكون عارفين حاجتين، الافعال الخاصه بزين والافعال الخاصه بهابن، دي اول حاجه. وتاني حاجه نفس الافعال دي شكلها عامل ازاي في البارتيتيب بيرفكت في التصريف الثالث، عشان لما نيجي نكون البيرفكت نبقى عارفين ان الفيرب ده بياخد هابن في البيرفكت ولا بياخد زين، وشكله عامل ايه في البارتيتيب بيرفكت. تمام، فالمفروض ان احنا السيشن النهارده دي مش هتاخد معانا شرح كتير او مجهود كتير، لان احنا اوريدي خلاص عرفنا البيرفكت وعرفنا بيتكون ازاي وشكله عامل ازاي. طيب هنا بالنسبه للايميل ده، هو ايميل ان توني، يعني ايميل الى توني. ان هنا يعني تو يعني الى توني. تمام، طيب هنا امال من مين؟ قلت لكم قبل كده شكل ال شكل الايميل، قلنا هنا ان فون يعني فروم وان يعني تو، صح؟ خدنا قبل كده الايميل ده يعني من هنا الى توني. طيب تعالوا نشوف بقى المفروض نعمل ايه هنا. المفروض هنا يا شباب ان الايميل ده ناقصه افعال في التصريف الثالث، ناقصه الافعال في التصريف الثالث، الحاجات الاخضر دي افعال في البارتيتيب بيرفكت ناقصه. المفروض ان احنا بنكملها منين؟ من هنا اهي، الافعال موجوده عندنا اهي، حسب معنى الجمله بنكمله كل جملة معناها وبنشوف اني فيرب مناسب معاها. تمام، دي حاجة. في اوبشن تاني ان احنا هنسمع دلوقتي مع بعض الايميل ده كامل بالكلمات او بالافعال الناقصة، ومفروض بنتأكد من اجابتنا اذا كانت صح ولا غلط. يعني مثلا هديكوا دلوقتي وقت ان انتوا نقراه سوا وهنشوف كده نخمن ايه الاجابات او ايه الافعال اللي هنا الناقصة، ولما نسمع الايميل نعرف اذا كانت اجابتنا صح ولا غلط. طيب تعالوا نقرا سوا. هالو توني شتل ديا فوا فاس جسترن باسيات است. هنا هي بتقول له هالو توني شتل ديا فور يا شباب، يعني معناه، وهنا جنبها كوما، معناها ايه؟ انا سوف اخبرك. انا هاخبرك بايه بقى؟ فاس جسترن باسيات است، يعني هنا فاس يا جماعة مش سؤال بقى، هنا مش فاس يعني أداة استفهام، لا هنا حاجة زي بتقولوا ان هي أداة ربط بتربط جملتين ببعض. انا سأخبرك بالذي حدث لي جسترن امبارح، يعني است باسيرت حدث اللي حصل، يعني جسترن امس يسترداي. انا هقول لك بقى فاس ايه اللي حصل. هنا فاس دي اللي هي اللي حصل امبارح. انا سوف اخبرك او هقول لك هنا في الايميل ده اللي حصل لي امبارح، وبتبدا تتكلم وبتقول ماين كاتسي فار فيج، ماين كاتسي فار فيج يعني قطتي ضاعت. ليلي اوند ايش هابن زي ايه بقى نقط؟ هنا في فيرب من هنا المفروض نقوله او نكتبه، ما واضح. هي ضاعت وانا وايه وليلي كنا بنعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي لما نسمع الايميل مع بعض، بس انتوا خمنوا واكتبوا عندكم عشان تتاكدوا من اجابتكم. Wir haben auch einen jungen نقط. احنا كمان jungen هنا اللي هو شاب، احنا كمان عملنا ايه بقى مع الشاب؟ هتشوفوا هنا انهي فعل عملوا ايه، انهي فيرب مع الشاب. طيب aber der jung hat meine katze nicht نقط. تمام، برضه هنشوف انهي فيرب. Da haben wir ein Miau Not. Mimi ist auf einen Baum Not und nicht mehr Not. Wir haben die Feuerwehr. Feuerwehr يا شباب معناها اللي هو المطافي الإطفاء.
هناك هما يعني الاطفاء او المطافي دي وظيفتها ان هي بتنجد اي حد محتاج اي حاجه غير عندنا طبعا، ما تقارنوش. بس هنا فوير فير يعني المطافي، اتصلوا بالمطافي، احنا اتصلنا بالمطافي. انا كده جاوبت لكم الفيرب، قلت لكم بالعربي، بس شوفوا اتصلنا دي معناه يعني اسمه ايه هنا في الدويتش. دي ايست جلايش نقط، جلايش يعني على طول، هما ايه على طول؟ اين فوير فيرمان يعني اللي هو رجل الاطفاء او رجل المطافي، هات ميمي نقط ايش فار زو فغو، انا كنت سعيده جدا ليبي غوسي يعني تحياتي، وديني هنا يعني صديقتك هنا. بس هنا كاتب زاينر شويستر يعني اخته، هنا ممكن تكون بقى اختك هنا. تمام. طيب هقرا معاكم الافعال وهترجمها لكم عشان برضو تبقوا عارفينها وانتوا بتحلوا. جفغت يسأل، بس طبعا في التصريف الثالث، كل الافعال دي شكلها في التصريف الثالث. جي كومن جت او تأتي. جي هورت يسمع. جي زوخت اللي هي زوخن سيرش بتبحث عن. جي كليترت اللي هي يتسلق. جزين يرى. يهولت يجلب او يمسك. انجروفن يتصل تليفونيا. غونتر جي كومن يعني تنزل الى الاسفل، تنزل الى الاسفل او تاتي الى الاسفل. تمام كده بالنسبه للافعال. تعالوا بقى نسمع الايميل مع بعض ونكتب الافعال بعد كده اللي احنا سمعناها صح ولا غلط. يلا بينا. Lektion 39 4b Hör zu und vergleiche. Hallo Toni, stell dir vor, was gestern passiert ist. Meine Katze war weg. Lilly und ich haben sie gesucht. Wir haben auch einen Jungen gefragt. Aber der Junge hat meine Katze nicht gesehen. Da haben wir ein Miau gehört. Mimi ist auf einen Baum geklettert und nicht mehr runtergekommen. Wir haben die Feuerwehr angerufen. Die ist gleich gekommen. Ein Feuerwehrmann hat Mimi geholt. Ich war so froh. Liebe Grüße, deine Hanna. طيب اكيد كده انتوا دلوقتي سمعتوا كل الافعال اللي هي المفروض نكتبها هنا. تمام خلاص احنا خمنناها واديتكم وقت ان انتوا تعرفوا تكتبوها. هنكتبها دلوقتي، هكتبها لكم انا وانتوا اتاكدوا من اجاباتكم صح ولا غلط. طيب تعالوا نمشي جمله جمله. هي قالت له اشتل دي فوا بس جستن باسيات است، يعني انا هحكي لك النهارده او اخبرك ايه اللي حصل لي امبارح. ماني كاتسي فارفيج، قطتي ضاعت. ليلي اند ايش هابن زي، يا كنا بندور عليها، انا وليلي كنا بندور عليها. تبقى هنا موجوده فين تحت؟ اللي هي جيزوخت. جيزوخت يا فير هابن اوخ اينن يونجن نقط، يا احنا كمان سالنا. شفتوا اي فعل هنا؟ تبقى سالنا، احنا سالنا كمان شاب، اكيد كان واقف في الشارع وكده فسالوه، يبقى جي فغاكت. Aber, aber der Junge hat meine Katze nicht gesehen. ما شافهاش. لكن الشاب ده ما شافش قطتي برضو. يبقى gesehen. طيب. بعد كده. Wir ولا ده؟ لا ده haben. Da haben wir ein Miau نقط، يا سمعنا ein Miau يعني سمعنا النونوة بتاعتها. يبقى سمعناها. أني فيرب من هنا؟ يا جيهوات. جيهوات. بعد كده ميمي ist auf einen Baum. Baum دي يا شباب يعني شجرة. Auf على الشجرة أو الى الشجرة، تسلقت الشجرة يعني. يبقى climb اللي هي كليتر، verb كليتر بس في التصريف الثالث اللي هو glittered. تمام هي طلعت تسلقت الشجرة، تسلقت على الشجرة. تمام und nicht mehr، وكمان بقى عملت ايه؟ طلعت على الشجرة und nicht mehr runter gekommen، وما عرفتش تنزل ترجع تاني تحت. يبقى runter جي كومن. تمام طيب بعد كده فير هابن دي فوير فير
يا اتصلوا بقى بالمطافي ان جي غو فان. اتصلنا بالمطافي دي است جلايش جيكومن. جلايش هنا على طول يا شباب، دي او الكلمه اللي هي هنا دي اللي هي عايده على دي فاير فير. المطافي است جلايش جيكومن، جت على طول المطافي بصراحه، جت على طول جلايش على طول في التو جيكومن. اين فاير فيرمان اللي هو رجل الاطفاء، هات ميمي نقط. هات ميمي ايه بقى؟ طبعا جلبها او مسكها، يبقى جي هولت. يبقى جي هولت اللي هي هولين اللي هي يجلب ويمسك. ايش فار زوف غو، وانا كنت مبسوطة جدا. وبعد كده بتقوله لي بغوصي داين هنا. تمام كده، مفيش اي حاجة صعبة خالص، بمجرد ما عرفنا البرفكت الموضوع بقى سهل وبسيط عندنا. هو كان الايبونج ده عايز بس ان انت تبقى ايه، عارف معاني الافعال عشان تعرف تكملها في الجمل. تمام كده. طيب بعد كده هنشتغل بقى في البلانتينو، او في قصدي في البوجن. يلا افتحوا معايا البوجن. طيب زايت 9 اند 40، زايت 9 اند 40. هنا بيقول ايه بقى؟ ايبونج عايز ايه؟ بيلد دي زيت امبيرفكت، يعني ابني الجمل دي في البيرفكت. طيب انا قلت لكم قبل كده ايه، ان احنا ازاي نبني البيرفكت؟ ان احنا نكون عارفين حاجتين، ان ايه الفعل اللي قدامنا اللي في الجمله ده بياخد هابن ولا زين، وتصريفه التالت ايه اصلا، عشان لما نيجي نحطه في اخر الجمله في التصريف التالت نبقى عارفين تصريفه. طيب وعرفنا ان هابن او زين بيجوا نمبر 2 في الجملة متصرف، وفي آخر الجملة بيجي البارتيتسي بيرفكت. طيب نمرة 1، كارلو ماخت ايني بارتي. هاي أول حاجة هنبص عليها الفعل ماخت. هاي أول حاجة ماخت بياخد زين ولا هابن في البيرفكت؟ بياخد هابن. طيب وماخت التصريف التالت بتاعه يا جي ماخت. تمام، يبقى التصريف التالت بتاعه جي ماخت. طيب هنعمل بقى نبنيه ازاي؟ خلاص احنا عرفنا ان هو مع هابن وجي ماخت. طيب هنبنيه ازاي؟ هنعمل ايه؟ هنشيل مخت دي يا جماعه، هنشيلها خالص ونحطها هنا في اخر الجمله في التصريف الثالث اللي هو جي مخت اللي احنا لسه قايلينه، ومكانها بقى الفاضي اللي احنا لما شلناه بقى فاضي نحط بداله هابن متصرف مع كارلو. هابن متصرف مع كارلو، كارلو اللي هو اير. اير ايه؟ اير هات. يبقى اير هات ايني بارتي جي مخت، اير هات ايني بارتي جي مخت. تمام كده، سهله خالص وواضحه. طيب نمت فاي انتون زوخت زينا شيلد غوت، انتون بيبحث عن الشيلد غوت بتاعته. طيب اول حاجه هنبص عليها جزوخت، اول حاجه هنبص عليها الفيرب اللي هو جزو اللي هو زوخت، سوري اللي هو فيرب زوخن معناه سيرش بيبحث. طيب بياخد هابن ولا زين يا شباب؟ بياخد هابن. طيب عرفنا. طيب التصريف التالت بتاعه ايه؟ يا جي زوخت. خلاص يبقى هنعرف نعمل ايه، هنشيل زوخت دي ونحطها في اخر الجملة هنا جي زوخت، ونحط بدلها هات. يبقى انتون هات زين شيلد كوت جي زوخت. طيب بعد كده نمت غاي هالة اربايتت ان اينر فابريك، قلنا اينر فابريك اللي هي في احدى المصانع، هالة بتعمل في احدى المصانع. طيب اربايتن بياخد هابن ولا زين؟ بياخد هابن. اوكي طب اربايتن بياخد ايه في التصريف التالت؟ شكله عامل ازاي؟ يا جي اربايتت. طيب هنبنيها ازاي في البرفكت؟ اربايتن دي هتيجي في الاخر جي اربايتت، ومكانها الفاضي هنحط هات عشان هالة. يبقى هات هالة هات ان اينر فابريك جي اربايتت. طيب نوما فيا فير كومن ام نوين اور. هاي يا شباب الفيرب هنا كومن، بياخد زين ولا هابن؟ لا بياخد زين، كومن بياخد زين. طيب التصريف الثالث بتاعه ايه؟ يا جي كومن، جي كومن. طيب يبقى هنشيله هنا من هنا خالص ونحطه في الاخر جي كومن، ونحط بداله فيرب زين متصرف مع فير. فير بياخد ايه مع زين؟ يا زيند. يبقى فير زيند ام نوين اور جي كومن. طيب نوما فونف باول كليترت اوف ديم باوم، باول تسلق على الشجرة. طيب كليترت يا شباب اللي هو فيرب كليترن في الانفينيتيف، بياخد زين ولا هابن في البرفكت؟ لا بياخد زين. طيب التصريف التالت بتاعه ايه؟ جي كليترت.
يا. طيب يبقى هنشيل الكليترت دي من هنا من مكانها ونحطها في اخر الجملة هنا الكليترت، ونحط بدلها هنا فيرب زاين متصرف مع باول. باول اللي هو اير بياخد ايست، يبقى باول ايست اوف ديم باونج كليترت. طيب نوما زيت فير زين ام ابند فيرن. هنا الفيرب يا شباب ما تنسوش لازم تقروا للاخر عشان الفيرب، ما حد يقول لي فيرب زين، لا يا جماعه في هنا جزء بتاعه ناقص. فيرن هنا فيرن زين هو واتش تي في، هو فيرب بياخد زين ولا هابن؟ لا بياخد هابن. طيب يبقى هنشيل فيرن زين تمام خالص، يعني هنشيل دي هنا ونحطها جنب فيرن هنا في التصريف التالت، هيبقى فيرن جزين فيرن جزين، ونشيل هنا ونحط هنا بدل زين اللي هو هابن فير فير هابن ام ابند فيرن جزين تمام. طيب نوما زيبن ايميلي اند رالف جيان جيستر شباتسيغن. هنا برضو لازم نقرا للاخر يا شباب، شباتسيغن جين الفيرب هنا فعل منفصل، فصل عنه كلمة شباتسيغن والفيرب على بعضه اسمه شباتسيغن جين. طيب شباتسيغن جين يا شباب بياخد هابن ولا زين؟ لا بياخد زين. طيب التصريف التالت بتاعه ايه؟ شباتسيغن جيجانجن شباتسيغن جيجانجن. يبقى هنسيب شباتسيغن هنا ونحط وراها ونجيب بقى جين دي في الاخر هنا معاها، يبقى جيجانجن شباتسيغن جيجانجن، ونحط مكان جين فيرب زين مع ايميلي ورالف اللي هما زي زي زينت جيستر شباتسيغن جيجانجن زي زينت، او يعني ايميلي اند رالف زينت جيستر شباتسيغن جيجانجن. طيب نمرة 8 gestern sieht das Kind lange fern. lange يعني طويلة، مدة طويلة. امبارح الطفل اتفرج على التي في لمدة طويلة. طيب فيرن جزين نفس الحوار فوق، فيرن جزين اللي هو بياخد هابن التصريف الثالث فيرن جزين، يبقى gestern hat das Kind lange fern gesehen. تمام كده يا شباب الموضوع سهل خالص ما فيهوش اي مشكله. بعد كده البيج اللي بعد كده اللي هي فون فتيش اوردنا دي زيتس، يعني تكتبوا الجملة مترتبة. طيب هنا نبص كده، هنا برضو هتبصوا يا جماعة هتشوفوا الفيرب هنا ايه، في هات وفي جزين، يبقى خلاص على طول عرفنا ان ده دايما ده كده هيكون بيرفكت. طيب بيرفكت اللي هو الزمن البيرفكت يعني. طيب هنعمله ازاي؟ فين الزوبيكت اللي هو دير يونج؟ طيب اوكي دير يونج وقلنا هابن وزين بيتحطوا نمبر 2 في الجملة، يبقى دير ويونج هات، وبعد كده نيشت ميمي وجزين بتيجي في الآخر لأن التصريف التالت بيجي في آخر الجملة، يبقى دير يونج هات نيشت ميمي سوري هات ميمي نيشت جزين. هو ما شافش الشاب ده ما شافش ميمي. طيب نوما تفاي نفس الحوار، في إست وفي جيكليترت، يبقى ده بيرفكت، يبقى خلاص عرفنا وش إن جيكليترت هنا إيه بيجي في اخر الجمله صح. طيب يبقى دي كاتسي ايست لان زين فيرب زين تصريفه بيجي نومات سيفاي في الجمله، يبقى دي كاتسي ايست اوف اين باوم كليترت، يبقى الكاتسي تسلقت الباوم. طيب نومات غاي هنا سؤال بقى يا شباب، هنا في علامه استفهام، يبقى هنا سؤال، يبقى هنبدا بفاس. طيب في هنا هاست وفي جي ماخت، يبقى برضو ده بيرفكت. طيب هنبدا بفاس وبرضو نمبر 2 في الجمله هيجي هاست هابن او زين، هنا هاست وبعد كده جي ماخت دي بتيجي في الاخر خالص، يبقى فاس هاست دو دان جي ماخت، فاس هاست دو دان جي ماخت. طيب ما حدش يكتب لي دان في الاخر، هي جي ماخت لازم تكون نهايه الجمله. طيب نوما فيا لوس جي جانجن يا شباب اللي هي فيرب لوس جين، لوس جين دي اللي هي ينصرف يمشي يعني. طيب هنا في التصريف التالت بتاعها لوس جيجانجن لوس جيجانجن ينصرف. طيب نقولها ازاي؟ هنا في زينت في لوس جيجانجن تصريف التالت، يعني هنعمل البرفكت. طيب دي كيندر زينت قلنا لازم هابن او زين بيجي نمبر 2، يبقى دي كيندر زينت ام نخم التاج، لان لازم نخم التاج يجي قبلها ام نخم التاج ويجي في الاخر لوز جيجانجن، يبقى دي كيندر زيند ام نخم التاج لوز جيجانجن. زودوا الفيرب ده يا شباب اللي هو لوس جين لو مش مكتوب عندكم في الافعال اللي هي في الشرح، لوس جين والتصريف التالت لوس جيجانجن وبياخد زين في البرفكت. طيب نوما فونف هي هنا ما فيش بيرفكت بقى، هنا فعل عادي ليلي غوفت دي فوير فير ان
هي كلمت او اتصلت بالتليفون على المطافي، يبقى ليلي غفت دي فوير فير ان. تمام. طيب نوما زكس، هنا سؤال وفي في اوفت، خلاص احنا عرفنا في اوفت يعني كم عدد المرات، وفي هنا هاست وفي جي فوترت، يبقى هنا تصريف التالت، يبقى هنا في بيرفكت، يبقى في اوفت هاست وجي فوترت بتيجي في الاخر، في اخر الجملة خالص. طيب تعالوا نكون الجملة بقى، في اوفت هاست دو غوسكي جسترن جي فوترت، او في اوفت هاست دو جسترن غوسكي جي فوترت، عادي الاثنين ينفعوا، في اوفت هاست دو جسترن غوسكي جي فوترت، او العكس جيبوا غوسكي الاول بعد كده جسترن، الاثنين ينفعوا، اهم حاجه في اوفت هاست دو وجي فوترت في الاخر. طيب نوما زيبن، هي هنا بقى سؤال برضو، بس سؤال بي بيرفكت، يبقى هنبدأ السؤال بهات، او يعني لو هنا ايست او اي حاجة، هابن او زين متصرفين، هو اللي بيبدأ الفعل، بيبدأ الجملة سوري، يعني هو لازم يبدأ بالفعل، يبقى هنبدأ بهابن او زين متصرفين حسب بقى تصرفهم في الجملة ايه. فهنا هتبقى هات، تمام، ليلي دي فوير فير انجروفن، نفس الحوار، ان هنا انجروفن هتيجي في اخر السؤال، في اخر الجملة خالص بتاعت السؤال، تمام، وهنبتدي بهات، بدل ليلي هات هتبقى هات ليلي بس، تمام. يبقى احنا في الجملة العادية من غير سؤال بتقولوا ليلي هات دي فوير فير انجروفن، هنا بقى في السؤال بتعكسه هات ليلي بس، وبقيت السؤال بقيت الجملة بتنزل عادي. طيب نوما اخت، هنا برضو في هات وفي جي هولت، يبقى هنا في بيرفكت. طيب هنبني ازاي؟ دير فوير فير من هات دي كاتسي جي هولت. حد يقول لي فرو، طب ما احنا نبدا بدي كاتسي، هنعرف منين يا جماعه معنى الجمله؟ الفوير فير مان، رجل الاطفاء هو اللي مسك الكاتسي، مش الكاتسي اللي مسكت الفوير فير مان، يبقى دير فوير فير مان هات دي كاتسي جي هولت، مسك القطه. طيب اين اون فون فتسيش واس باسيت ايست، واس است باسيت واس است ريتيش، هنا اسئله وعايز تختاروا حاجه من الثلاثه دول، كل سؤال سهله خالص، هو مش محيرك، هو عايز بس تعرفوا ان انتوا تصرفوا الفيرب مع الضمير مش اكتر، يعني مش جايب لك تختار هابن ولا زاين، فير هابن ولا هات ولا هاست جيجن دي زكس ا فوسبال جشبيلت، اللي هو فصل 6 اي 6 اي، يعني هيلعبوا جيجن يعني ضد، احنا هنلعب ضد الفصل اللي هو 6 اي فوسبال، يبقى فير ايه؟ هياخد هابن طبعا، مش محتاجة اي تفكير، كلاوس هابي ولا هاست ولا هات اوخ ميت جشبيلت، ميت جشبيلت يعني هيشارك في اللعب، يبقى كلاوس هات طبعا. طيب كلاوس استدك اوند الا ايه جلاخت، جلاخت يا شباب اللي هي يضحك، لاف اي يضحك، بيضحكوا عليه يعني. طيب الا هنا جمع، الا كلنا، الا يعني كلنا، يبقى هابن جمع. طيب نوما فيا ابر اير بيست ولا ايست ولا زيند جانس شنيلا جلاوفن، يعني هو كان بيجري بسرعة فظيعة، يبقى اير ايست. يا نوما فومف اير هابن ولا هات ولا هاست جيشوسن، جيشوسن يعني سكور، دخل جون يعني، تمام، يبقى اير هات. طيب بعد كده نوما زكس اينس ونول، يعني 1-0، فير هات ولا هابن ولا هابت جيفونن، جيفونن يعني وين كسبنا، يبقى فير هابن، تمام. هي الجمل دي كده كأنها جششت يا شباب، يعني كأنها قصة، تمام، هتلاقوا جزء تحت كده في الصفحة تحت مكتوب انه انتوا تكتبوا شغايب دي زيتسي ريشتش دان هاست دو اين كلايني جششت، يعني الجمل دي اصلا عبارة عن قصة صغيرة، مفروض بقى تكتبوا الجمل بعد ما اخترنا الكلمة الصح او الفيرب الصح، يعني هتكتبوا تحت فير هابن جيجن دي زيكس ا فوسبال جشبيلت كلاوس هات اوخ ميت جشبيلت كلاوس استدك اوند الا هابن جلاخت ابر اير است جانس، كده فاهمين، تكتبوا الجمل بعد ما اخترنا الفيرب الصحيح، تمام. هي جششت اللي هو احنا هنلعب ماتش، كلاوس هيلعب معانا، هو مليان واحنا ضحكنا عليه، لكن هو كان بيجري بسرعه واحرز هدف وكسبنا، فهمتوا؟ بس الجزء اللي تحت ده هتكتبوا الجمل دي بعد ما اخترنا الفيرب الصحيح.
وبكده نكون خلصنا السيشن بتاعت النهارده يا شباب، اشوفكم ان شاء الله المره الجايه في سيشن جديده. فيلين دانك وتشيس.